السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. الرياض تستضيف اليوم الأحد معرض تصاميم مدينة ذراين للتعرف عن قرب على معالم مدينة المستقبل. انطلاق المبادرة العالمية كات ووك في نسختها الثانية بعدد من مناطق المملكة. المركز الوطني للأرصاد يتوقع بدء حالة مطرية نهاية الأسبوع على مناطق متفرقة من المملكة. التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مع عدد من مسؤولي الشركات، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى أستراليا. واستعرض الخريف خلال لقائه الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين وبحث مجالات التعاون. على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم فيها وفد المملكة المشارك في مؤتمر آي مارك للتعدين ممثلا بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عقد معالي بندر الخريف لقاء مع عددا من كبار المستثمرين في مدينة سيدني. زرت المملكة قبل 15 عاما وأرى الآن تحولا كبيرا، وبالمناسبة أيضا خلال هذا العام زرت المملكة 5 مرات وأرى الطموحات عالية جدا للوصول إلى أهدافهم. المتوقع بعد هذه الزيارة أن يكون التعاون بين الجانبين واعد نتيجة الثروات التي تمتلكها المملكة، وفي المقابل الريادة وخبرة أستراليا، إذ تعتبر من أكبر الدول في مجال التعدين، خصوصا وأن المملكة تعد ثالث أكبر سوق لأستراليا في الشرق الأوسط، وهناك فرص كبيرة لتنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين. محمد المزيدي من مدينة سيدني، أستراليا. تشهد المدينة الرقمية بالرياض اليوم الأحد انطلاق المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية الخامس برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل تحت شعار محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى. ويتضمن المؤتمر على مدى 5 أيام 40 ورشة عمل و15 جلسة حوارية، ويحتوي على مسارات تعليمية مختصة في مجال المحاكاة، وتشمل التدريب بالمحاكاة الصحية في الطب العسكري الميداني وتعليم التمريض المرتكز على المحاكاة الصحية، إلى جانب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. ويشهد المؤتمر مسابقات نوعية ومتخصصة تتمثل في مسابقة الهاكاثون في مجال المحاكاة في الرعاية الصحية، حيث تعد الأولى من نوعها، ومسابقة الملاج من خلال قولبة ومحاكاة الإصابات والأمراض وقصص النجاح للمبدعين والملهمين وحاضنة الأبحاث في المحاكاة وسلامة المرضى. انطلقت المبادرة العالمية تستضيف الرياض اليوم الأحد النسخة الثالثة لمعرض نيوم لتصميم مدينة المستقبل ذا لاين، الذي يقام تحت عنوان اكتشف ذا لاين، وذلك في الفترة من 6 نوفمبر الجاري إلى 29 أبريل. وسيقدم المعرض الذي سيقام في الدرعية على مدار 6 أشهر تجربة فريدة لزواره، حيث سيمنحهم فرصة مميزة للتعرف عن قرب على معالم وتصاميم مدينة ذا لاين وإمكاناتها المعمارية والهندسية عبر جولات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية. وكان معرض نيوم لتصميم مدينة المستقبل ذا لاين أقيم في جدة سوبردوم بمدينة جدة، لينتقل بعد ذلك إلى المنطقة الشرقية ومن ثم العاصمة الرياض. انطلقت المبادرة العالمية كات ووك في نسختها الثانية بعدد من مناطق المملكة، والتي تأتي للحفاظ على حياة القطط البرية ومن بينها النمر العربي. وتعد هذه المبادرة إحدى حملات منظمة كات مسافير التي تعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرضة للانقراض،
وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية، وذلك من خلال قطع مسافة 7 كيلومترات مشيا على الأقدام. وتسعى المبادرة لتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق، إذ تسهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية. هذا وانطلقت مبادرة كات ووك العالمية في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز بالتعاون مع مؤسسة كاتمو سفير، التي تهدف لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية. واستهدفت المحمية إقامة الفعالية في 4 مواقع بامتداد مساحة المحمية بين المناطق الإدارية 4، وهي موقق في حائل وطريف من الحدود الشمالية وفي الجوف، وادي أنفرجية ووادي القليبة في تبوك، بالتعاون مع المجتمع المحلي في كل من تلك المناطق. وشملت الفعالية على أركان للتوعية البيئية والزراعة وعدد من الأنشطة الترفيهية المختلفة، إلى جانب أركان للتوعية بالأنواع 7 المعروفة للقطط البرية. ضبطت الحملات الميدانية المشتركة أكثر من 16,000 من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع، كما أحيل أكثر من 43,000 مخالف إلى الجهات المعنية، وذلك تمهيدا لترحيلهم، فيما تجاوز عدد الذين رحلوا إلى بلدانهم 9,000 مخالف، بينما بلغ إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 53,000 مخالف. وحذرت وزارة الداخلية كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال.
حصدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جائزة أفضل مكتب إدارة في مشاريع المنافسة العالمية نظير تميزها في تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال، وذلك أثناء انعقاد قمة مكاتب إدارة المشاريع والتي تمنح هذه الجائزة سنويا لأفضل مكاتب إدارة المشاريع التي تظهر كفاءة استثنائية في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير وأساليب الحوكمة التي يتبناها معهد إدارة المشاريع. كما حققت الهيئة الملكية بينبع جائزة التميز العالمية في إدارة المشاريع فئة أفضل مكتب إدارة مشاريع لعام 2022 وجائزة أفضل مشروع متميز لعام 2022 عن مركز الخدمات الحكومية الشامل لتطبيقه لأفضل الممارسات العالمية. ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي الجهني أن الهيئة الملكية تميزت منذ تأسيسها في تطبيق المفاهيم العالمية في إدارة المشاريع ابتداء من التخطيط ومرورا بالتصميم ومن ثم تنفيذ المشروع وتسليمه. يناقش منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي يقام يومي 11 و12 من نوفمبر الجاري على هامش فعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ التقدم المحرز خلال العام الماضي، بما يوضح التزام المملكة ومساهمتها الفعالة في مجال العمل المناخي لتحقيق شعار من الطموح إلى العمل. كما سيجمع المنتدى نخبة من قادة الفكر وخبراء المناخ لمناقشة أفضل الممارسات المتبعة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قمة المناخ يجب أن تعيد العالم إلى المسار الصحيح نحو خفض الانبعاثات الكربونية. يأتي ذلك قبيل اجتماع قادة الدول والحكومات بمدينة شرم الشيخ في مصر، وذلك خلال فترة من 6 وحتى 18 من نوفمبر في مؤتمر المناخ لتوضيح قواعد ميثاق المناخ العالمي الجديد نحو أمل في فرصة جديدة لمواجهة تداعيات أزمة تغير المناخ وتأثيرها على كوكب الأرض وسكانه. ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وهو الهيئة العليا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، ويتألف من ممثلين عن كل دولة وقعت على اتفاق باريس ويجتمعون كل عام. أوصت وزارة الصحة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح نتيجة الخطر المضاعف لإصابتهم بهذا المرض نظرا لضعف الجهاز المناعي لديهم. وبينت الوزارة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام والنساء الحوامل والمصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الصدر الربو وأمراض القلب. وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار اللحظة اللي ما تتمناها، مؤكدة أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت فعاليته لسنين طويلة في جميع دول العالم. توج نادي الصقور السعودي الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في شوط زهرة الربيع لفئة جير قرموشة قرناس، والذي يأتي ضمن الأسبوع الخامس لسباق الملوح 300 متر الذي ينظمه النادي يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع في مقره بملهم شمال الرياض. كما تأتي هذه السباقات تمهيدا لإقامة الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، مهرجان الملك عبد العزيز للصقور بنسخته الخامسة يوم 28 من نوفمبر، متضمنا مسابقتين رئيسيتين تتمثلان في مسابقة الملواح الدعو 400 متر ومسابقة مزاين الصقور، وذلك ضمن جهود النادي لدعم الصقارين وتعزيز هواية الصقارة في المملكة. ويتنافس فيه الصقارون السعوديون والدوليون على جوائز كبيرة يعلن عنها خلال الفترة القادمة. توقع المركز الوطني للأرصاد بدء حالة مطرية تشمل أجزاء من 8 مناطق بالإضافة إلى الأجزاء الساحلية، وذلك نهاية الأسبوع.
وذكر مركز الأصاد أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية والقصيم حالة مطرية ابتداء من نهاية الأسبوع القادم. وأشار مركز الأرصاد إلى أنه قد يمتد تأثير الحالة المطرية إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، وأنه سوف يتم إصدار تقرير خاص عن الحالة المطرية في وقت لاحق. نشرتنا انتهت، وعلى تذكير بعناوينها: الرياض تستضيف اليوم معرض تصاميم مدينة ذا لاين للتعرف عن قرب على معالم مدينة المستقبل. انطلاق المبادرة العالمية كات ووك في نسختها الثانية بعدد من مناطق المملكة. المركز الوطني للأرصاد يتوقع بدء حالة مطرية نهاية الأسبوع على مناطق متفرقة من المملكة. مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.